بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا اليوم الجمعة الموافق 19/10/2020، الدفعة 16 من لحوم الأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة. وقد وصلنا حتى اليوم 53 طن، والله الموفق والهادي إلى سواء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اليوم الجمعة الموافق 19/10/2020 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 53 طن، يتم توزيعها حسب توجيهات معالي السيد الدكتور الوزير على الأسر الأولى بالرعاية، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله، تسلمت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 19/10/2020 سيارة محملة بثلاثة أطنان لحوم من صكوك الأضاحي الدفعة 15، وبالتالي يكون إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف الفيوم حتى تاريخه 53 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. قامت مديرية أوقاف الفيوم بتوزيعها على الأسر الأكثر أشد احتياجا على مستوى محافظة الفيوم، كرة ونجوع وعزب محافظة الفيوم، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.